تماك يعني يطلع الاستاذ يشرح لكم اللي كاين وطمئنكم على نزار. والله يطلق صراحة ويطلق صراحة الجميع. شكرا الناس اللي قدام الاخ ديالي، الناس اللي قلبها زوينة وعارفين نزار مسكين غير دريويش اللي على باله على لسانه غير كيطريط كيطريط في بزاف ديال الحوايج في بزاف ديال المشاكل. حنا راه عارفين هادشي. الله يحفظك ليا اختي لميا، الله يكبر بك، شكرا بزاف. الله يطلق الصراحة اخويا، الله يحفظك ليا اخويا امين. الله يحفظك ليا اختي لميا، شكرا شكرا بزاف. انا ندير لك تي سميت هان نادية. الله يحفظك، الله يحفظك اختي العزيزة. الله يطلق صراحهم امين امين. مزيان ملي كدعم الاخ ديالي، مزيان اخوتي، مزيان اخوتي ملي كدعم الاخ ديالي، لان دعوات الغريب مستجابة. واي واحد كتمناو لي غير الخير. شنو الجديد؟ راه طلع الاستاذ شرح لكم اللي كاين اختي، طلع الاستاذ شرح لكم اللي كاين، والهضره اللي خاصها تقال راه قالها. الله يحفظك ليا اخويا مروكان، الله يكبر بك. الله يحفظك ليا اختي لميا، الله يكبر بك. راه درت لك ابوني، شرف شي اللايف ديالنا. الله يسهل على الجميع. انا راه ما كنحقدش اخوتي، يعني بنادم كياديني كيسبني وشحال من حاجه، ولكن مولاها ربي، يعني ما كنحقدش عليه، الله يسهل عليه. ولكن غير داك الثقه راه ما كتبقاش، ديك الثقه ما كتبقاش كيف ما كانت في الاول. يعني انا بنادم اداني، ما نتمناش ليه الشر، نتمنى ليه الخير، ولكن ديك الثقه اللي كانت في الاول ما غاديش تبقى اخوتي، مستحيل تبقى، فهمتوني؟ انا نتمنى ليه غير الخير، غير الثقه راه ما غاديش تبقى. اصلا في هذا الوقت الثقه ما ديرها في حتى شي واحد، بالرجوله ديرها في والديك. بغيت دير الثقه ديرها في والديك، يعني هضره ما... غير قلت لك زعما يعني انسان كنت كتثق فيه وكنت كديرو بحال خوك واداك، يعني ما تحقد ما حتى شي حاجه مولا ربي. غير ديك الثقه راه ما غاديش تبقى في الاول. واخا كاين كومونتيرات يعني شويه ناقصين، ماشي مشكل هانيه، ما غاديش نقول لهم الله يسهل عليهم، يعني خاصهم يتهداو باش الله يسهل عليهم، فهمتوني؟ مسامح كريم، وياه مسامح كريم. نبيل انا كنت في اكادير 2022، مدينة سياحية ومدينة زوينة. الله في اكادير، وياه اخوتي كنشبل هذاك، هذاك راه عنده سميتو اخويا، هذاك راه عنده سميتو. اتكلمت هذاك راه ما بغيتش ندخل في الموضوع، خلينا ساكتين. حكموا على نزار، باقي ما حكموش عليه اخويا، باقي القضيه كيف ما هي. وباش ما كان غادي نعلموكم، انا راه ما غادي نخبي عليكم حتى شي حاجه. انا راه شحال من واحد اخوتي، شحال من واحد سبني عيرني قالت لي شحال من حاجه خايبه، واخا نقسم لكم بالله ما كنحقد على شي واحد. الله يسهل على كل واحد، الله يسهل على اي وحده، يعني باش الناس تعرف اللي كاين، باش الناس تعرف نبيل كيف داير، نبيل في الداخل في الداخل ديالو كيف داير. هادشي اللي بغيت نوصل لكم انا، تهلا في المهم. راه الوالدين هما كلشي، كيقول لك الا بغيتي تصنع المستقبل برضات الوالدين، الا كنتي المسخوط للوالدين ما عمر الله غادي يسهل لك. علاش الانسان اللي كتلاقاه عنده شي حاجه بغا يديرها اش كيقول؟ يا رضات الوالدين، ما كيقولش يا سخط الوالدين، يا رضات الوالدين، لان رضات الوالدين كتبقى تابعك حتى للموت، حتى للموت. والدي الحمد لله راضين عليا، وهادشي اللي كاين، هادشي اللي بغيت. الا كانت غير رضات الوالدين ما كتهمني حتى شي حاجه، انا رضات الوالدين هي اللي كتهمني، حيت ملي كتكون مرضي الوالدين ديما الله كيستعلمك، ما عمر الله غادي يخيبك. واش بصح الزكي 6 سنين؟ اخويا الزكي راه حكموا عليه ب6 سنين، الله يطلق صراحه، يطلق صراحه. كان بغى يطيح الكاس، فضل الله ربي معاني زر اخويا. الله يحفظك ليا اخويا ماروكان، الله يجازيك بخير. حكموا لي ب6 سنين، الله يطلق صراحه ويطلق صراح الجميع. لا اخويا، هاد الكتبه اللي كاتب في الاول في اللايف كنت كاتبها ديجا، غير نسيت، طلقت لايف ونسيت، يعني نسيت ما حيدت العنوان، فهمتيني؟ ناري امين. على شدو كاين بزاف ديال الحوايج اخوتي. الزكي بالنسبه عنده واحد القضيه قديمه،
لقد يقديم تقريبا ديز عليها شي 3 سنين ولا عامين بحال هكاك. ما تسولونيش اخوتي على شي وحده ولا على شي واحد، الله يسهل على كل واحد، كل واحد كنتمنوا لي غير الخير. سولوني على خويا، خويا نجاوبكم، عندي الحق نجاوبكم عليه. ما كاينش الحكم اخوتي، باقي ما كاين الحكم. جاوبينا نسيت زينب، طرحي عليا السؤال غادي نجاوبك مع كل احتراماتي ليك. جاوبيني واني نجاوبك، انا معاك ماشي مشكل. سمعنا ان النزار الملكي في نفس الغرفه، واش هذه هضره اخويا سفيان؟ هذه هضره. يزار كيف الخميسات، الياس كيف الجديده، يعني راه خويا يعني باقي القضيه كيف ما هي اختي زين. هاد الهضره راه قلتها البارح، القضيه باقيه كيف ما هي، ونتمنوا اليوم غير الخير. داروا التاجيل حتى الاسبوع الماجي. مرحبا مرحبا، اللي بغى يسولني ما كاينش المشكل، على راسي وعينيا، على راسي وعينيا اخوتي، على راسي وعينيا ما كاينش المشكل. لا لا ماشي قادي طريق خويا ولا ما طريقش خويا، انا راه ما غاديش في هذاك الطريق، ما غاديش في ذاك العالم، انا غير واقف مع خويا واي حاجه كنعلمك. ما كاينش المشكل، على راسي وعينيا، على راسي وعينيا اخوتي، على راسي وعينيا ما كاينش المشكل. لا لا ماشي قادي طريق خويا ولا ما طريقش خويا، انا راه ما غاديش في هذاك الطريق، ما غاديش في ذاك العالم، انا غير واقف مع خويا واي حاجه كنعلمكم. بصح اخوتي بصح ما كاينش الكذوب، الكذوب راه ما كاينش بزاف. الله يدير لي فيها الخير وصافي، هادشي اللي غادي نقول لكم، الله يدير لي فيها الخير. يعني شحال من واحد ما كانش معول على هادشي حتى كيتصدموا، بحال مثلا نزار مسكين كان هابط لاكادير بغى يدوز العيد حتى كيتصدم بهذا الشيء، حتى كيتصدم بهذا المشكل اللي واقع عليه. هو قال لي، قال لي انا راه كاع ما كنتش معول على هذا الشيء، كنت معول ندوز العيد مع والديا من طبيعه الحال، انتم عارفين راه مشدودين من العيد الكبير عيد الاضحى، واي واحد كيتمنى يدوز العيد مع والديه كلي ضرب 10000 كيلومتر باش يدوز العيد مع والديه. ولكن القدر ديال الله سبحانه وتعالى، الانسان ما عنده ما يدير، خاصو يرضى بيه، خاصو يرضى بيه اخوش. ونتمنى لكم غير الخير، انا غير كنقول شهادات الحق، شهادات الحق. واي واحد طاري لي هذا المشكل استفدت بزاف ديال التجربات، يعني نزار ملي كيطيح في مشكل كنعرف بزاف ديال الحوايج، وكنتعرف على بزاف الناس الزوينين. اي مشكله بزاف الناس كتعرفهم على حقيقتهم، وبزاف الناس يعني كيكونوا جداد في حياتك. يعني دابا نزار ملي تشد عرفت بزاف ديال الحوايج، عرفت شكون اللي زوين شكون اللي خايب، شكون اللي كان كينافقني شكون اللي ما كانش كينافقني، فهمتوني؟ وكنتمناكم تفهموني. والعائله، العائليه الاخرى ما عمرهم اتصلوا بينا، الله يصلح نزار، الله يدير الشتاوي ديال الخير، اش كيعاود نزار. ولكن انا باش كنفرح ملي كندير لايف، ناس برانيين كيسولوا على نزار، اش دار نزار؟ اش دار نزار؟ الله يصلح نزار، يعني كيعجبني الحال. وكتشوف يعني الناس قرابين لك ما كيسولوش في نزار، ما على بالهمش، العائله هي اولهم. وما كننكرش يعني عائله السبيتي مع كل احتراماتي لهم، ناس من اطيب خلق الله. عائله السبيتي واحد العائله كبيره اخوت، عائله السبيتي عائله كبيره، يعني كاين بزاف ديال الخوت، بزاف ديال العمام، يعني كاين عمي في كازا، عمي في الجديده، عمي في ايطاليا، عمي في اسبانيا، ولاد عمامي، يعني بزاف. يعني كنقول لكم عائله السبيتي كبيره بزاف اخوت. البارح كنت طالع انا والاستاذ، الاستاذ كيشرح اللي كاين، حيت كاين شي واحدين اتصلوا بيا نبيل راه ما عرفنا حتى شي حاجه، قلت لهم واش تفرجتوا في اللايف ديال الاستاذ كان كيطلع كيشرح لكم اللي كاين، كيشرح يعني اش وقع النزار اخر مستجدات. قالوا لي لا نبيل كنا خدامين، وفري كاينين الناس اللي كانوا خدامين البارح، الله يحسن العوان في واحد الظروف ديالو، عاود شديت اللايف لحتو في تيك توك. اللي بغى يعرف اخر مستجدات وقضيه النزار واخر تطورات، الاستاذ كيشرح من طبيعه الحال غادي يشرح احسن مني. راه عاودت لحت اللايف
يعني لحته في التيك توك، فيمكن اي واحد يتفرج فيه.